من الميتيو نمشي لحكاية الكورة، والكان مازال متواصل، وحكاية صديقنا مهدوش مازالت متواصلة، وكل مرة يجي بنا غريبة من غرايب الساحرة المستديرة، وباش نحكيو على أغرب موسم رياضي في تاريخ كرة القدم. فما في أوقات فرق تتحدى أندية تفوقها على جميع النواحي، سواء تاريخيا وإلا ماديا وإلا جماهيريا وغيرها من الإمكانيات، وفي مرات قليلة الفرق هذه وإلا الفرق المتوسطة تفوز بكيس وإلا بطولة ويقعد اللقب هذية حديث الجماهير السنوات. لكن شنية رأيكم بموسم تويلت فيه العديد من الأحداث الصادمة في تاريخ كرة القدم، والنجم نقولوا أنه هو العام الأكثر إدهاش في تاريخ الساحرة المستديرة؟ نحكيه على الموسم الكروي 2004، واللي هو بدون شك أغرب موسم في تاريخ الرياضة الشعبية الأولى في العالم. باش نبدأ بالنادي الأول واللي هو نادي فيردر بريمن، اللي هو رغم صعوده في العام هذيك للقسم الوطني إلا أنهم نجحوا في التتويج بالبطولة في آخر الموسم. تمتع فريق فيردر بريمن بقوة كبيرة خلال الفترة هذه، وتغلب على زوز عمالقة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اللي هيمنوا على اللقب المواسم طويلة. والأغرب من هذا أنه الفريق هذا ما اكتفاش بالمفاجأة هذه فقط، لكن نجح أيضا في التتويج بالكاس الألمانية بعد وصوله للنهائي بشكل سهل للغاية، ويحقق الدور بلي في موسم تاريخي بالنسبة لي. فيردر بريمن لم يفز بالدوري من التاريخ هذاك. نتعداو للفريق الثاني، و2004 كان أيضا موسم المفاجآت في إسبانيا، ونجح فريق فالنسيا في الفوز بلقب الدوري رغم وجود أتلتيكو مدريد والريال وبرشلونة بفيلق كبير من أفضل لاعبي العالم. ما توقفتش المفاجآت متاع فالنسيا في الحد هذا، وامتدت حتى للدوري الأوروبي، وين فاز أيضا باللقب رغم وجود أندية تفوق إمكانيات كما إنتر ميلان وأولمبيك مارسي الفرنسي. نتعداو للفريق الثاني، وكان تتويج أرسنال بالبطولة في 2004 هو الأغرب والأبرز في العام هذاك، بما أنه فاز باللقب من غير ما يخسر أي مباراة. لم يسبق لأي نادي في تاريخ الكرة الإنجليزية قبل 2004، وبعده حتى التوى أنه فاز باللقب من غير التعرض للهزيمة. وناس الكل تعرف قوة أندية الدوري الإنجليزي وتقارب مستواهم، أرسنال خسر كل المسابقات الأخرى في الموسم هذاك، ويزيد من غرابة وروعة الإنجاز الكبير. اعتدنا في نهائي دوري أبطال أوروبا على أسماء الفرق الكبرى كما ليفربول، برشلونة، ريال مدريد، بايرن ميونخ، جوفنتوس، مانشستر يونايتد وغيرها. لكن كالعادة موسم 2004 يتحفنا بالمفاجآت، وحتى شخص ما كان يتوقع انه موناكو بورتو يوصلوا النهائي دور الابطال في الموسم هذاك، بما انه الثنائي هذوما ما كانوش مرشحين بالفوز باللقب، لكنهم نجحوا في تحقيق الانجاز هذا في سابقة تاريخية. اذا كان نقول لكم اعطيوني اسم لاعب يوناني، تقريبا 99% منكم باش يستنجدوا بجوجل. المنتخب اليوناني تقريبا ما يملكش تاريخ في بطولات الأوروبية، وما يمكنش مقارنته بالمنتخب الألماني ولا الإيطالي ولا الأسباني وغيرهم. لكن استنوا شوية، نرجع موسم 2004 ما انتهيش. صدق أو لا تصدق، اليونان بطلة أوروبا في الموسم هذاك على أرض البرتغال. نجيو توا ممكن أول حاجة اللي جيت لأذهانكم وقت اللي ذكرنا 2004، وبالفعل نحكي وقتها على الموسم اللي توج فيه المنتخب التونسي بالكأس الإفريقية الوحيدة في تاريخه، وفاز على منتخب السنغال المرعب في الربع النهائي بقيادة نجمه الحاج ضيوف قبل ما يتيح بترسانة النجوم النيجيرية في النصف النهائي، والفوز باللقب قدام المنتخب المغربي في دور نهائي بقى راسخ في مذكرة كل التوانسة حتى اللي ما يتبعوش الكرة، وتقريبا هذوما أهم الأحداث الكروية الغريبة اللي صارت في 2004 واللي اختارها صديقنا مهدي اليوم باش يتقاسمها معاكم. وكانت هذه حكاية الكرة لليوم.